السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنياتنا لحضراتكم بالخير والأمل. فضلاً لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم أهم الأخبار. تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها. 15 من أكتوبر لسنة 2022. تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية. 23 دولة من الاتحاد الأوروبي زادت صادراتها من السلع إلى روسيا في يونيو. زادت 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صادراتها من السلع إلى روسيا في يونيو الماضي، وأربع دول فقط خفضت من صادراتها وفق تحليل أجرته وكالة نوفوستي لبيانات من الجهات الإحصائية الوطنية. ووفقاً لحسابات الوكالة، خفضت رومانيا 44% وبلجيكا 15% وفرنسا 6% وإيطاليا 1% صادراتها من البضائع إلى روسيا شهرياً. في الوقت نفسه، ضاعفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الإمدادات إلى روسيا بأكثر من الضعف، السويد بمقدار 2.6 مرة، لوكسمبورغ بمقدار 2.4 مرة، اليونان بمقدار 2.3 مرة، أيرلندا وكرواتيا بمقدار 2.5 مرة. وشهدت مالطا أكبر زيادة في شحنات البضائع إلى روسيا في يونيو. أيضاً لوحظت زيادة كبيرة في الصادرات لروسيا في يونيو من هنغاريا 55%، الدنمارك 82%، لاتفيا 89%، بولندا 50%، والبرتغال 69%. الأهم من ذلك كله، صدرت ألمانيا لروسيا في يونيو وقيمته 1.2 مليار يورو، وإيطاليا 537 مليون يورو، وبولندا 403.4 مليون يورو. في المرتبة الرابعة تأتي هولندا بصادرات بلغت 285 مليون يورو، وفنلندا 242.4 مليون يورو. لافروف: أوكرانيا مهتمة بتقويض جميع العلاقات في رابطة الدول المستقلة. بناء مساكن جديدة في مدينة ماريوبول المحررة. صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية. حصيلة منتدى أسبوع الطاقة الروسي 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم. أبرمت شركات روسية وأجنبية 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في إطار فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي الذي انعقد هذا الأسبوع في موسكو. وفيما يلي نتائج عمل الحدث الاقتصادي الذي ينعقد بشكل سنوي والذي جمع العام الجاري مئات الخبراء وممثلين عن شركات الطاقة. أقيمت أكثر من 70 فعالية بمشاركة أكثر من 270 متحدثاً في إطار فعاليات المنتدى. شهد الحدث مشاركة حوالي 3000 مشارك وممثل إعلامي من روسيا و83 دولة ومنطقة أجنبية. للمرة الأولى حضر المنتدى ممثلون عن دول وأقاليم مثل اليمن وجزر كيمان ونيكاراغوا ورواندا وتشادة. 30 اتفاقية ومذكرة وقعت من قبل شركات روسية وأجنبية. حضر المنتدى 15 وزيراً من هذه الدول: أذربيجان والجزائر والمجر وفنزويلا وفيتنام وكازاخستان ومالي وميانمار والإمارات وسوريا وتركيا وسريلانكا. الحدث الرئيسي للمنتدى كانت الجلسة العامة بعنوان تحديات جديدة، فرص جديدة. ما الذي ينتظر سوق النفط والغاز في العالم؟ والتي ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلالها تحدث عن التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمية. قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحرب الاقتصادية مع روسيا تهدد الولايات المتحدة بخسارة نفوذها المالي في العالم.
وأوضح كاتب المقال في الصحيفة أن عواقب الحرب الاقتصادية العالمية التي يشنها الغرب الجماعي ضد روسيا ستظل محسوسة بالتأكيد لعقود. وأضاف: نحن نعيش الآن في عالم تنافس القوى العظمى والقوميات الاقتصادية وفك الارتباط التكنولوجي، مشيراً إلى مخاطر نشوب حرب اقتصادية جديدة ليست نووية بعد، ولكنها بالفعل مرتفعة للغاية حتى بالنسبة للولايات المتحدة. ووفقاً له، فإن الخطر الرئيسي بالنسبة لواشنطن هو أن الولايات المتحدة تخوض إلى حد كبير هذه الحرب الاقتصادية العالمية وحدها باستخدام الوضع الفريد للدولار. وأوضح أنه في الوقت نفسه تحاول العديد من الدول الكبرى مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى والهند وتركيا وإندونيسيا والصين التحرر من سيطرة العملة الأمريكية والابتعاد عن نفوذ واشنطن الاقتصادي. الجيش الأوكراني يزود بسترات واقية مصنوعة من البلاستيك الناعم. نشر الجنود الروس على شبكة الإنترنت مقطع فيديو لغنائم استولوا عليها في الخنادق بالقرب من مدينة أرتيومينسك غادرها أفراد لواء المشاة 30 الأوكراني المنسحب. وقد لفتت انتباههم سترات واقية من الرصاص عائدة للجنود الأوكرانيين، وتبين أن صفائحها المدرعة مصنوعة من بلاستيك لين يشبه المطاط الرغوي. ولا تفرق مثل هذه السترات الواقية برصاصة فحسب، بل وحتى بإصبع، وليس من المستغرب وجود العديد من الثقوب في السترات الواقية من الرصاص. وقد اشتكى الجنود الأوكرانيون أكثر من مرة من ضعف التجهيزات، لكن اللواء 30 ظل في الخطوط الخلفية للجبهة لفترة طويلة وكان مخصصاً لتوجيه الضربة الحاسمة، لكن الضربة باتت ناعمة مثل هذه السترات الواقية من الرصاص. البنتاغون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا. كشف البنتاغون عن محتويات حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار التي أعلن عنها يوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي: أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع همفي، ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ هايمارس، 23 ألف قذيفة للمدفعية معيار 155 مليمتراً، 500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية، 5000 أنظمة مضادة للدبابات، صواريخ هرم المضادة للرادارات، الأسلحة النارية، المواد الطبية. وأشار البنتاغون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا بلغ 18.2 مليار دولار. دمتم في رعاية الله وأمنه.